السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعزائي الطلبة، نشرع الآن في شرح التصحيح النموذجي لامتحان مادة المقاولاتية للدورة العادية ليوم 19 جانفي 2022 لتخصصات إدارة مالية ومالية المؤسسة. أول سؤال، إذا كان السؤال الأول يضمن عدة فروع. الفرع الأول منه والمقارنة بين المقاول والتاجر ومدير المشروع. إذا المقاولة أو المقارنة عفوا تكون بهذا الشكل، يعني الطالب يرسم جدول يضع فيه يعني 3 مصطلحات، ثم تكون المقارنة بين 3 جوانب أساسية. الجانب الأول هو من ناحية خلق القيمة، ثم المخاطرة الجانب الثاني، والجانب الثالث من ناحية إنتاج السلع والخدمات. إذا المقاول يخلق القيمة ويخاطر بأمواله وينتج سلع وخدمات، بينما التاجر لا يخلق قيمة مضافة لأنه يقوم بنقل السلع من مكان ألف إلى مكان باء ويبيعها مقابل هامش. أما عفوا بالنسبة للمخاطرة، فنعم التاجر أيضا يخاطر بأمواله، فقد تضيع البضاعة أو تفسد. بالنسبة لإنتاج السلع في الخدمات فهو لا ينتج سلعة أو خدمة. بالنسبة لمدير المشروع، قد يخلق قيمة مضافة، قد يساهم في خلق قيمة مضافة، نعم، ولا يخاطر بأمواله لأنه مدير مشروع يعود لشخص معين، ويساهم في إنتاج السلع والخدمات من خلال إشرافها للمشروع الذي ينتج السلع أو الخدمة. بالنسبة للعنصر الثاني، إذا عرف الباحثان ويليام دي بايغراف وتشارلز دبليو هوفر ظاهرة مقاولاتية سنة 1993 بأنها تتمثل في عملية تنظيم المشاريع باستخدام جميع الوظائف والأنشطة والإجراءات المرتبطة بإدراك الفرص وإنشاء المنظمات ومتابعتها. إذا وهذا التعريف أعزائي الطلبة قد ورد في مطبوعة المقياس كما أشرنا إليه كذلك في المحاضرة الأولى. إذن الإجابة على السؤال هذا تكون على نصف نقطة، وهنا المقارنة يعني كل مقارنة تكون صحيحة، يعني على تضمن 3 نقاط الطالب يأخذ نصف نقطة، يعني إذا كان مقارنة كلها صحيحة راح يأخذ الطالب نقطة ونصف على الجدول. ثم ننتقل إلى العنصر الثالث من السؤال الأول، وهو توضيح العلاقة بين الريادي والمنظمات الريادية. إذا العلاقة تجلى من خلال هذا الشكل. نلاحظ أنه إن الريادي ينتهج سلوك البحث عن الفرص الريادية ويقوم بتحويلها إلى مشاريع ريادية التي تتبناها منظمات ريادية، وبالتالي فالمنظمات الريادية هذه تشجع المشاريع والأعمال الريادية التي توفر الفرص الريادية ليستثمرها الريادي. إذن كنتيجة المنظمات الريادية تقوم بتشجيع الريادي. الإجابة بالشكل هذا عليها نقطة ونصف، نقطة على الشكل ونصف نقطة على الشرح. النقطة الرابعة وهي العلاقة بين الفرض والقيمة في إطار الفكر المقاولاتي لكريستيان برياد. طبعا هنا الطالب يشرح لنا الازدواج الثنائية من الجانب الأول أنه الفرد يقوم بإنشاء المشروع المقاولاتي وينتج قيم مضافة من خلال السلع والخدمات، وبعدما يراكم رأس المال ويزيد الأرباح يصبح هذا الفرد يتمتع بمجموعة من الممتلكات حيث يصبح معرفا بها في المجتمع، فيقال شركة فلان و منشأة فلان ورأس مال فلان وعقارات فلان، وبالتالي يصبح معرفا بهذه القيمة التي خلقها ولا يمكن أن يعيش بمعزل عنها. وبالتالي فالقيمة التي أو القيمة المضافة التي أنشأها الفرد يعني أعطت لهذا الفرد قيمة مجتمعية لا يمكن أن يعيش بمعزل عنها. إذن هو خلق القيمة هذه وهي أعطته قيمة مجتمعية. لاحظوا أنها ثنائية بالنسبة للفرد وخلق القيمة. هذا الشرح طبعا إذا كان شرح الطالب بالشكل هذا
السفاح راح ياخذ علامة هذه العلامة 0.75. العنصر الخامس هو تقييم العمل الجماعي في المشروع. أنا التقييم يكون بذكر بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية، لأن يعني المحاضرة درسنا يعني كثير من الجوانب. إذا هنا هذه أهم بعض الجوانب، يعني أنه معرفة الفرد تفوق معرفة أو معرفة المجموعة عفوا تفوق مجموعة معارف الفرد، عدد الحلول يكون أكبر، المشاركة في اتخاذ القرار تدفع الفرد لتقبل القرار فيما بعد لأنه شارك فيه، والأفراد يعني عند العمل في شكل فريق يكون يعني كل الأفراد على مناسبة باتخاذ القرار. بالنسبة للجوانب السلبية راح نذكر أنه هذا العمل الجماعي يستهلك الكثير من الوقت خاصة في الاجتماعات والنقاشات وغيرها، قد يهيمن فرد معين على المجموعة، يعني فرد يستفرد بالكلمة وممكن عنده يعني شخصية معينة وممكن أنه يتكلم بدل على من المجموعة. كذلك قد يخاف بعض الأفراد من التعبير عن رأيهم إذا كان معهم مدير متسلط يعني يقوم بمعاقبة الأفراد بعد التعبير عن رأيهم يعني مستقبلا، هذا موجود يعني. فبعض الأفراد يعني يكون عندهم تحفظ من التعبير عن رأيهم. كذلك قد تشتد المنافسة بين الأفراد ويؤدي هذا لكل فرد يحاول يبين نفسه، كل فرد يحاول يفرض رأيه أنه الرأي نتاعه هو الأفضل والذي يجب أو يجب أن يؤخذ به، وهنا ممكن تنشأ يعني بعض الصراعات داخل المجموعة. هذه من السلبيات. طالب إذا كان ذكر هذه المقارنة راح ياخذ نقطتين. بالنسبة للعنصر السادس، بالنسبة للسؤال الأول، تقييم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إدارة المشروع. إذن هنا التقييم يكون بذكر بعض النقاط الإيجابية وبعض النقاط السلبية. طبعا هنا يعني يكتفي الطالب أنه ذكرنا 3 نقاط إيجابية و3 سلبية يأخذ العلامة كاملة اللي هي 1.75. بالنسبة للجوانب الإيجابية إذا عندنا حسن إدارة أو ربح الوقت، حسن إدارة المواد البشرية من ناحية الوقت عند استخدام تكنولوجيات طبعا مثل البرمجيات، كاميرات المراقبة، الدخول والخروج وكذا، يعني نضبطوا الموارد البشرية. كذلك مساعدة المشروع في حساب المخاطر، يساهم في رفع الإنتاجية، في تطبيق مبدأ الشفافية وغيرها. بالنسبة للجوانب السلبية طبعا البرامج الإلكترونية معرضة للاختراق خاصة إذا كانت مربوطة بشبكة الإنترنت. كذلك دائما في مؤسسات نعاني من نقص تأثير الموارد البشرية، وقد يكون انتقال نحو الرقمنة أو الإدارة الإلكترونية بشكل غير مدروس يعني يؤدي إلى يعني وقوعها في وقوع المؤسسة يعني في عدة مشاكل خاصة إذا كان ما عندهاش أطر هيكلية، وهذا يعني نلاحظه خاصة في المؤسسات العمومية التي يعني أحيانا تكون مضطرة إلى الانتقال إلى تطبيق إدارة إلكترونية وهي يعني غير جاهزة من عدة جوانب، فتكون النتيجة يعني عكسية. إذن هذا الشرح يأخذ عليه الطالب 1.75. بالنسبة للسؤال الثاني عليه 3.5 نقاط، كان المطلوب هو ذكر الآليات التقليدية والحديثة لتمويل المشاريع. إذن الآليات التقليدية تمثل في البنك وتمويل عن طريق الأوراق المالية سمو السندات وغيرها، والتمويل عن طريق الائتمان التجاري. أما الآليات التمويل الحديثة فتتضمن الاستئجار، رأس مال المخاطر، ووكالات أناد، أونجام وكناك. ذكر الآليات بهذا الشكل المختصر يعني الطالب يتحصل على 1.5 نقطة. بالنسبة للشرح يختار الطالب واحدة من الآليات التقليدية ويشرحها ياخذ نقطة، ثم يختار واحدة من الآليات الحديثة يشرحها وياخذ نقطة. بالنسبة للسؤال الثالث والأخير عليه 8 نقاط، طبعا فيه عرض لفكرة المشروع، انه الطالب لازم يعطينا فكرة مشروع انتاجي يخلق قيمة مضافة، يجب ان لا يكون مشروعا تجاريا، وهذه الفكرة لازم تخضع للشروط والخصائص التي درسناها في المحاضرة، انه هذه الفكرة تلبي حاجة مجتمعية، انه الفكرة هذه
تكون جديدة، تكون ابتكارية، تماشى طبعا هو مستوى الطالب، تكون قادرة أنها تخلق طالب جديد عليها، تكون أنها قادرة تمول من طرف هيئات الدعم خاصة وكالة أناض، لشرط أنه فيك تكون تخلق قيمة مضافة. طبعا إذا كان الفكرة اللي جا بها الطالب كانت يعني مقبولة، راح ياخد نقطة كاملة. أنا قلنا مثلا إذا فكرة زراعة وإنتاج وتصدير الزعفرة فكرة مقبولة، صح التصدير ممكن أمر تجاري، ولكن ما دام فيه الزراعة والإنتاج فالفكرة مقبولة. بالنسبة لجوانب التفصيلية لمخطط العمل التي يجب أن يذكرها الطالب، عندك الجانب الأول هو وصف المشروع، والجانب الثاني موجز عن التسيير، والجانب الثالث قطاع النشاط والديموغرافيا، ورابعا السياسات. بالنسبة لوصف المشروع، الطالب يجاوب بالضبط على الأسئلة هذه الموجودة في كل عنصر. بالنسبة لوصف المشروع، ما هو المظهر الخارجي، الشكل القانوني، قال الشكل القانوني للمشروع نتاعك، هل هو شركة مساهمة، شركة تضامن، شركة ذات توصية بسيطة، شركة ذات مسؤولية محدودة، هل يحتاج إلى تراخيص مثلا مديرية البيئة مثلا، إذا كان رايح نعمله في قطاع مثلا محدد يحتاج إلى تراخيص، ما هي التراخيص المطلوبة؟ نوع النشاط، هل هي مؤسسة فلاحية، خدمات، تحويل، واش من قطاع أولي ثانوي ثالثي، هل هذا مشروع مستقل أم امتداد لمشاريع سابقة، من هي الأطراف الخارجية التي نتعامل معها أو نتعامل معها، عفوا، ممولين، موردين، تجار، بائعين، نوضحهم. كذلك إعداد الوظائف والمهام التي تسمح بالتعلق في العمل، يعني جانب التنظيمي للمشروع أو إعداد الهيكل التنظيمي. هذا بالنسبة للجانب الأول، عليه نقطتين، تلاحظوا يعني كل نقطة 0.5. موجز عن التسيير، فيه كذلك بعض الجوانب لازم نعرفه، من هم أعضاء فريق التسيير، هل نستعين بخبرة واستشارة خارجية لتسيير المشروع، ما هي الحالات الفردية بالنسبة لمشروع مخطط الأجور، هل بالتعاقد أم تضيف، طريقة التسيير واتخاذ القرارات هي مركزية أو غير مركزية، ما هي الأدوات والأساليب والآليات المستعملة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، يعني أدوات التسيير يستخدموها كلها، تختلف من مشروع لآخر. بالنسبة لقطاع النشاط والديموغرافيا، عليها نقطة ونصف، نحدد قدرة المشروع وموقعه، أين يقع، قال مثلا في ميلا، في قسنطينة، في جيجل، في أين، ما هي الموارد اللي يحتاجها الشخص لإنشاء المشروع، ما هي المساحة، هل الموقع هذا يعني قريب من النقل الجماعي، حافلة النقل يعني العمال هل يتنقلوا بشكل سهل صعب، إضاءة في الشوارع موجودة مثلا، الأمن، مستقبل الزيادة السكانية في المنطقة. كذلك التخطيط، ساعات العمل، هل نعمل من الساعة 8 للساعة 4 مثلا، ولا في الليل، ولا بالأفواج، ما هي الضرائب اللازمة للمشروع، ما هي التكاليف، المواد الأولية، المعدات، المصادر العامة، وهكذا. بالنسبة للسياسات، طبعا عندنا 4 سياسات أساسية، وهي السياسة المالية وضحنا فيها احتياج المشروع من الموارد المالية وتكاليف الموارد المالية لسا المشروع، طبعا ويتكلم عن العائد المتوقع، لازم العائد المتوقع من الاستثمار هذا يكون أكبر من حد التكلفة. كذلك السياسة الفنية أو التقنية، يتكلم هنا على كيفية إنتاج السلع من ناحية تقنية، هل رايح نجو مباشرة أم فيه مناولة، كيف رايح ننقلوا السلع، كيف نخزنوها كذا. كذلك دراسة جانب المنافسة، هل من هم منافسون المشروع، هل عندنا سوق الاحتكار، إذا هذه تل جوانب، مش 4، تل جوانب أساسية، كل جانب نصف نقطة.
إذن مع تحيات فريق المقياس، أستاذ بوريحان، أستاذ أبو العويدة، والأستاذ بيطاط. إذن شكرا جزيلا، ونتمنى التوفيق لكل طلبتين الأعزاء، طلبة اللي ينجحوا مبروك عليهم، واللي تأجل نجاحهم الاستدراك إن شاء الله يكون امتحان ربما في مستوى الطالب إن شاء الله، ويكون النجاح نصيبهم إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.